بسم الله. السلام عليكم. دكتور كمال ينسليم، مدير مستشفى محمد الخامس بالنيابه. دونك في اطار البرنامج اللي عطات انطلاقه ديال وزاره الصحه لتقليص مواعيد الجراحيه على الصعيد الوطني، قامت اداره مستشفى محمد الخامس بدعم ومعيه السلطات المحليه والمديريه الجهويه للصحه والمندوبيه الاقليميه للصحه بتنظيم ايام جراحيه 3 و4 و5 ماي اللي كتستهدف واحد 50 ما يقارب 50 او 55 مريض المسجله في لائحه الانتظار اللي كيتسناو لو رونديفو ديالهم بوغ لقيام بعمليات جراحيه. هاد العمليات الجراحيه بالاساس دو لوردر دو انترفونسيون دو تيب انترفونسيون او لا جوج ديال النوع ديال الانواع ديال العمليات هما سو سون لي زيرني او لما يصطلح بالعمليات ديال الفتق و لي فيزيكول بيليير لي تيازيك او ما يصطلح عليهم بالعمليات ديال المراره. وعلى هذا الاساس كنشكروا الطاقم المشرف على هذه الايام الجراحيه من فيها اطباء ممرضين وتقنيين. وعلى هذا الاساس بدوري كنقدم الشكر الجزيل لكل من ساهم من قريب او من بعيد لانجاح هذه العمليات الجراحيه.